وشوف شغل اتحاد كرة القدم اللي هم نايمين. ماليش دعوة بقى تقول لي استقال ما استقالش، دلوقتي في حد بيدير اتحاد كرة القدم. وبعدين أنا قلت لحضراتكم من البداية، هي الناس دي كانت فين؟ في الكلام اللي أنا بقوله ده، هو الكلام اللي أنا بقوله ده كل سنة بيحصل بالمناسبة. الكلام اللي أنا بقوله ده كل سنة بيحصل. فين الناس اللي مفهمنا إن هم خبراء لوائح وإن هم عارفين كل حاجة؟ أنا للأسف كنت أتمنى إن هم يكونوا قدامي أو هم يكونوا في الاتحاد أو ما زالوا موجودين في الاتحاد عشان أعرف أتكلم بشكل جيد، لكن أنا اتعلمت كده جوه النادي الأهلي، اتعلمت إن أنت لما بتبقى في موقف ضعيف ها ما ينفعش أقصو عليك، ولكن اللي أنا شايفه ده عك. ده عك. عايزين نستريح، والحمد لله إن إحنا استريحنا من الأعضاء اتحاد كرة القدم كأعضاء، لكن كشخصيات كلهم ناس محترمة، ولكن كأعضاء هم حرين. كلنا الحقيقة، كل الناس، مصر كلها، وأنا داخل من البوابات وأنا خارج من البوابات وأنا عند في النادي وأنا هنا وأنا هنا وأنا هنا، كل الناس عندها سعيدة بشيء واحد فقط، استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم. كل ما حد يشوفني يقول لي إيه يا عم كويس إن هم مشوا، غير مأسوف عليهم. كل ما حد يشوفني يقول لي الكلمتين دول. أنا كنت متخيل إن من الممكن جدا إن يكون الناس عندها بعض، مفيش تعاطف يا جماعة خالص. قال لك يا جماعة لا، إحنا تعبنا من الناس دي، عايزين نغير، عايزين نشوف ناس تانية، عايزين نشوف شباب، عايزين نشوف خبرات موجودة لسه ما دخلتش وتخش الفترة اللي جاية، لسه عايزين نشوف الناس دي. لكن أنا أتعاطف لما يكون في إنجازات إدارية اتعملت. هو قد يكون إنجاز وصلنا لكأس العالم، وصلنا لنهائي دوري أبطال أو نهائي الأمم الأفريقية في 2017 يحسب، ولكن جزء كبير من الحاجتين دول كانت بدعوات المصريين اللي اعتمد عليها اتحاد كرة القدم المصري السنة دي. ولولا دعوات المصريين كنت خرجت من الدور الأول بمنظر أو بمنتخب لا يستحق الحقيقة، أو منتخب مغزي لا يستحق إلا شيء واحد فقط، لاعبين طبعا، مش منتخب، لاعبين وجهاز فني وإداريا. فالحقيقة كل اللي أنا بسمعه ده وبشوفه أنا مش مصدقه. يعني أنا النهاردة جاي لي الجواب اللي بعته النادي الأهلي، بقول يا جماعة هي الناس دي بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ هو لماذا لم يتم الاتحاد المصري لكرة القدم ما بعتش جواب ليه؟ ما بعتش جواب ليه؟ على الرغم من النادي الأهلي زي ما قلت لكم، هو النادي الأهلي لما بيجي يتكلم بيستند على أمور جيدة، أو بيستند على الأمور الصحيحة، أنا آسف، بيستند على الأمور الصحيحة. يعني بيبقى قاعد كده وبيشوف إيه الصح وبيقوله. هو بطل الدوري الموسم السابق، هو متصدر الدوري، هو أول أو لا قدر الله تاني في الدوري السنة دي، وبالتالي يحق له المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا. أنت ما بعتش ليه؟ هو أنت بتجامل مين؟ أو أنت عايز تجامل مين؟ أو بتتعنت ضد مين؟ ده جمهور الأهلي، ده جمهور الأهلي. طب قول لي خايف من مين؟ لو في حد خايف منه قول لي، لو في حد أنت خايف منه قول لي. هل خايف من نادي؟ هل خايف من حد؟ قول لنا، قول لنا احنا نساعدك، قول لنا واحنا كنادي أهلي هنقف وراك، لأن أنت هتكون في الصح ساعتها. هو لو الدوري خلص قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية كان إيه اللي حصل؟ كناش في الهيصة اللي احنا فيها دي، وعمالين نتكلم وعمالين نقول وعمالين نجيب من اليمين ونجيب من الشمال. ولكن للأسف الشديد عك إداري واضح جدا 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 من بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. وزي ما قلت لحضراتكم، الكلمة الوحيدة اللي بسمعها ما بين كل الناس ويمكن حضراتكم كمان بتسمعوها، بيقولوا لي يا عم كويس إن هم مشوا، إحنا ما كناش طايقينهم. كويس إن هم مشوا، مش طايقينهم كأعضاء مجلس إدارة، لكن هم كأشخاص، حازم إمام شخصية محترمة، سيف زاهر شخصية محترمة، أحمد كابتن أحمد شوبير شخصية محترمة، كلهم شخصيات محترمة، ما أقدرش إن أنا أعيب فيهم كشخصيات، ولكن من حق إن أنا أنتقد العك الإداري اللي كان بيحصل، ومن حق الناس تبقى مبسوطة. ده ما حدش زعلان عليهم يا جماعة. عارفين كل ده ليه؟ كل ده المهندس هاني أبو ريدة السبب. عارفين السبب ليه؟ عشان خلى المجموعة اللي حواليه، وأنتوا عارفينهم وأنا عارفهم، هم اللي بوظوا كل اللي أنا بقول لكم عليه ده. الراجل ده مهندس هاني أبو ريدة ده راجل محترم، بس ما اشتغلش بدماغه للأسف، اشتغل بدماغ السكرتارية. ما هو هم أعضاء بس سكرتارية، وأنا عارف وأنتوا عارفين. فللأسف الشديد لو كان المهندس هاني أبو ريدة ده اشتغل بدماغه
وما سمعش كلام سين او صاد، خلينا نتكلم في سين او صاد، ما سمعش كلامهم كانت الامور هتبقى افضل من كده، او لو ما خافش كانت الامور هتبقى افضل من كده. ولكن للاسف الشديد العك اللي احنا فيه ده لولا النادي الاهلي، ولما يطلع الاستثناء ده يا جماعه باشكره النادي الاهلي، لما يطلع الاستثناء ده ان شاء الله يعني باشكره النادي الاهلي.